تمرين اليوم يحتاج منا الكرة السويسرية، اللي ما عنده كرة سويسرية يستخدم أثقال. أول تمرين راح نسوي حركة الضغط من الأعلى على البطن وإحنا جالسين على الكرة السويسرية الكرانش. حطي يدينك خلف أذانيك، ابسطي بطنك على الكرة وبعدين استقيمي جلوس عليها. ابسطي بطنك على الكرة، استقيمي جلوس عليها. تأكدي إن راحت قدميك فيها القوة اللي تثبت جسمك، يعني لا تنزلق القدمين، خلي اللي تحتها مثبتها، لأنها إذا انزلقت تفقدين التوازن في هذه الحركة. أعطيني من 12 إلى 16 عدة. خلصنا الحركة الأولى، ننتقل للحركة الثانية. حطي الكرة خلف الساقين وقبضي عليها، يدينك خلف الأذان وابدأي ارفعي الكرة مع رفعة الأكتاف ورخيهم مع بعض. ارفعي الكرة مع رفعة الأكتاف ورخيهم مع بعض، خلي رجولك قابضة على الكرة، يعني لما ترفع الأرجل ترفع الكرة عن الأرض. نفس الشيء 12 إلى 16 عدة. الحركة التالية، امسك الكرة انبطاح كامل استقامة. خذي وضعية مريحة بالنسبة لك، اللي تتعب ما تقدر تعطينا 12 إلى 16 عدة عادي، ارتفعي ارتفاع بسيط وارجعي، يعني مو لازم الجلوس على المؤخرة إذا مستواك ما تقدرين تجلسين فيه على الجلوس الكامل. تقدرين أيضا أن رجولك تكون مبسوطة أثناء جلوسك على المؤخرة. الآن جانبا تويست حوالين الخصر، مرة يمين ومرة شمال. أكدي ظهرك مستقيم نازل للأسفل. الحركة التالية ثبات، خلي الكرة فوق الساقين، ثبات، ظهرك مستقيم، أكتافك مرتخية. راح ثواني، الآن راح يكون ثبات، بس خلي إيدينك دافع الكرة من الأمام ورجولك شبه مستقيمة من الأعلى. اثبتي قدر الإمكان، هذا آخر تمرين. نكون خلصنا التمرين اليوم، أحط الكرة خلف الظهر وأبدأ أمسد الظهر عليها وأفتح عضلات البطن. أبدأ أمسد بطريقة عشوائية، خليه يمين شمال
للخلف للأمام، خلي رجولك مستقيمة، بدأي فقط مسدي الظهر. خذي شيق زفير، خلي بطنك مفتوح، عضلاتك كلها ممددة. خذي وقتك في هذا التمدد، وألقاكم إن شاء الله في التمرين القادم من هذا التحدي.